بسم الله الرحمن الرحيم. بعد إقرار الخطة الزراعية الصيفية المركزية لهذا العام والتي تضمنت حصة محافظة ذي قار منها 187,695 دونم، تضمنت محاصيل الخضروات والذرة الصفراء والذرة البيضاء والمحاصيل العلفية، وكان من المحاصيل المهمة هو محصول الشلب الذي نقف الآن ضمن أحد المزارع اللي تقوم بزراعة الشلب حاليا. كانت حصة محافظة ذي قار من محصول الشلب لهذا العام 20,000 دونم، منها 11,500 على حوض الغراف و 8,500 لحوض الفرات، خاصة بعد تمت هذه تم الموافقة على إعطاء الشلب وزيادة الحصة وزيادة الخطة الزراعية الصيفية لهذا العام، بعد التحسن الكبير بالإيرادات المائية نتيجة سقوط الأمطار خلال هذا العام، واستغلال وزارة الموارد المائية لكميات المياه الواردة عبر السيول والأمطار وخزنها في الخزانات الرئيسية، وإطلاق التصاريف ضمن خطة وبرنامج مسيطر عليه للمحافظات من أجل إكمال الخطة الزراعية الصيفية لهذا العام، خاصة بعد تحسن الإطلاقات في نهر الغراف اللي سجل هذا العام 210 متر مكعب بالثانية وحصة محافظتنا منه 155 متر مكعب بالثانية، والتحسن اللي حصل بإيرادات نهر الفرات اللي وصلنا خلال هاي الفترة وتحديدا خلال هذا اليوم كان تقريبا 172 متر مكعب بالثانية. هذه الإطلاقات يتم السيطرة عليها وتوزيعها من قبل كوادر مديرية الموارد المائية في محافظة ذي قار، وبالتنسيق مع التشكيلات الوزارة الأخرى اللي هي دائرة الصيانة ودائرة الكري، واللي يتركز عملها بتنظيف الجداول والأنهار وكري الأعمدة الرئيسية للأنهار من أجل إيصال الحصص المائية المقررة للمساحات الداخلة ضمن الخطة الزراعية، بالإضافة إلى إيصال الحصص المائية لمناطق الأهوار. مثل ما يعرف الجميع توجد في محافظة ذي قار أهوار على نهر الغراف اللي هو هورو بزرق، والآن التصاريف اللي تصل إليه تصاريف جيدة، وأهوار اللي تصل عن طريق نهر الفرات عن طريق مؤخر النواظم الذيلية. أيضا بالإضافة إلى أعمال المديرية هو توعية المواطنين بأهمية نشر جمعيات مستخدمي المياه، تأسست بالمحافظة العديد من الجمعيات، والآن هناك جهد مع المواطنين من أجل تأسيس جمعيات مستخدمي مياه لمناطق زراعية بعدما شاهد المزارعين والمنتفعين أهمية هذا الموضوع. رئيس مهندسين أقدم حسين علي الكناني مدير الموارد المائية في محافظة ذي قار.